بسم الله الرحمن الرحيم، وكنشكركم مرحبا على هذا اللقاء. هذا واجب اللي درتو معنا. انا على هاد المشاكل اللي كتعيشها هاد الجمعيات الاباء والامهات اللي توليتو بالربيع. اولا عقدنا جمع عام لتجديد المكتب. حنا السيد الرئيس الهموري ما كناش كنعرفو باش يكون في هاد القضية. مشينا جبنا الناس صوتوا عليه وصوتنا عليه، كنا المكتب، بدينا في المكتب السنة الأولى بالصراعات بالكتابة بالأساتذة والمدير إلى آخره، ولكن كان بعض الكتابات حنا كنرفضو لأن حنا ما شفناش علاش غادي نكتبو. ما كناش كنتعرفو مع المدير، بعد ما كيعرفنا كنعرفوه باش نمشيو حنا نشهدو عليه باللي ها شنو كيدير، هاديك بعض المسائل خايبة باش فيه حتى شي حاجة. لا، السنة الأساتذة ما كناش كنعرفوهم وكيعرفونا نهائيين. واش هو كان كيدير شكايات بدون ما يستشر معكم؟ بدون ما يستشر. كيستشر معنا حنا كنرفضو، وكيمشي يدير رسائل بلا ما يستشر معنا. نعم، حنا درنا لجان باش لجان ديال العمل، لجنة التواصل، لجنة الإصلاحات إلى آخره. السيد الرئيس طرحنا عليه واحد الفكرة ديال التواصل أعضاء الجمعية مع السادة الأساتذة، نتعرفوا عليهم ويتعرفوا علينا، باش إلا قالوا لي راه أستاذ فلاني ما قراش أو كذا نعرفو. هما السيد الرئيس كيبعدنا على الأساتذة وكيبعدنا على المدير. أي الجمع اللي كيكون في الليسي كيكون الاجتماع ديال المجلس التربوي المجلس ديال الاخيري، الساده الاساتذه تيرفضوها، وحتى السيد المدير تيرفضو ما يحضر، لان الى حضر تيخلق لهم المشكل، الاجتماع كيخسر. السيد المدير او الساده الاساتذه كيستدعيو شي واحد في الاعضاء، وهو تيقول له ودي لا، من حق اي عضو يمشي يحضر ذاك المجلس. المجالس اللي ما تحضرش فيهم الجمعية، فينا هي شراكة اللي كاينة بين الجمعية والمؤسسة، ما فيها بس إلا مشى واحد يعطي تفوة لأي عضو يمشي يمثلو في ذاك المجلس، لأن الحاجة الوحيدة اللي كتهمنا في هاد المجالس هي مصلحة التلميذ والمؤسسة. السيد الرئيس كيلزم علينا بعض الحوايج باش نديروهم، هادو الحوايج هادو كنرفضوهم حنا. مثلا كيقول غادي نديرو وقفة احتجاجية، نمشيو نستدعيو الآباء والأمهات، نديرو وقفة احتجاجية أمام المؤسسة. هادشي تنقول له ودي هادشي مكانش في القانون. علاش هاد الوقفة احتجاجية؟ باش نحيدو المدير. واش حنا اللي نصبنا داك المدير تما باش نحيدوه؟ تنقول هادشي راه ميمكنش، هادشي ماشي في القانون، كنمشيو حنا. هو ملي كنرفضو أي قرار وكيشوف فينا في واحد الشوفه اللي هي ماشي هي هذيك. نعم،
السيد الرئيس مؤخرا دعا الجمع العام منفرد وحده، وهي الدعوة فرق الدعوات بدون استشارات المكتب وتمنعات السوق. واش هاد الشيء اللي كان مكتوب في هذه الدعوة واش من حقنا باش نناقشوا هاد الشيء خارج المؤسسة؟ نعم، دعا لهذا الجمع العام، ما عطانا للدعوات حنا أعضاء حتى شي حاجة، وفعلا لأن أي واحد ما جا عندو لهذا المكتب هذا لهذا الجمع هذا نعم، ومن بعد أرسل مراسلة للسيد المدير الأكاديمية بمكناس. السيد المدير وصلته المراسلة، صيفط لنا الدعوات حنا كنكتب باش نمشيو نعقدوا اجتماع مع السيد المدير. نعم، مشينا وصلنا دخلنا، مشى السيد المدير المؤسسة وسيد الرئيس الجمعية والأمين، مشينا حنا خمسة ديال الأعضاء، لأن أعضاء أخرين ما تيحضروش وباش ما جاهمش الدعوات. لا جاوبوا. نعم. الدعوات وصلنا. كيف كتشوف الأعضاء كيغيبوا الاجتماعات؟ كيغيبوا سنين. عامين. شكرا. كاين المحاضر. راه المحاضر رجعوا لها. الأعضاء ما تيحضروش، كاين المحاضر اللي كتير ما تيحضرش. ثلاثة. لأن علاش ما كيحضروش؟ واش عندهم ظروف ولا ما عرف الله يعاونهم؟ وحنا ما احنا ما تيهمناش. وصلنا عند السيد المدير الأكاديمية، عطاه الكلمة السيد الرئيس وهضر، قال لي قول لي راسلتيني وقول لي شنو، ايوا هضر بما فيه الكفاية، عطى الكلمة للسيد الأمين هضر، عطانا حنا أعضاء آخرين الكلمة حتى كملنا. قال ليه السيد الرئيس انت قول لي واش باقي عندك ولدك تما في المؤسسة؟ قال ليه لا، هذه عام باش مشى. قال ليه عامين. قال ليه والقانون راه ما تقول لك ما تبقاش في الجمعية. قال ليه لا، راه الفصل الفلاني في القانون الأساسي عاش كيقول أنا غادي نستمر حتى ينتهى المكتب. قال ليه لا، حنا كنتعاملوا مع الآباء، راه اللي ما عندوش ولدو تما ما كنتعاملوش معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبدا التدخل ديالي من حيث التحليل الاخ، وبالضبط نهضر على نتكلم على هذه الاستدعاء. هذه الاستدعاء هذه دعا لها السيد الرئيس بوحده، ما عندوش جمع، ما عندوش نهائيا، ما حضر اجتماع فيها، يعني الاعضاء ما حضروش. هذه راه كانت غتكون تقريبا اكثر من كارثيه اكثر من هذه، لان هذه ربما غادي يلقاو ليها الناس تخريجها. اما هذه كان غادي يديرها دار الشباب وغادي يحضر ليها الاباء، كون جا فيها وغادي يشعل واحد الفتنه كبيره تما، بحيث انه غادي يبقى يتكلم غير على الجانب التربوي في الليسي، وغادي يحرض الاباء على الهم. هذا الشيء كله حنا وعيناه، هذاك الشيء باش حنا وقفنا هذا الشيء مزيان. بخصوص هذه الدعوة، راه الإخوان تكلموا ما فيه الكفاية، وبان بأن هذه بالنسبة لي أنا مخرج من واحد المأزق طاحت فيه الجمعية، مأزق أدبي، مأزق معنوي. ولكن تنشوفوا حنا في هذا الجمع العام اللي حنا دعينا ليه، ربما أنا في نظري، أنا راه ما تنقول، ربما غادي يلقى لنا شي تخريجه او شي تغرى باش نحلوا هذا المشكل ديال الجمعيه. بالنسبه علاش دعينا حنايا التجديد، ما دعيناش التجديد المكتب، لان الرغبه ديال الاخوان اللي بقاو في المكتب، ما معنى اللي بقاو؟ يعني اللي بقاو متماسكين، اما الاخرين تنحسبهم بحال شي قاطره انفصلت. يعني لا بليبار ديال ديك القاطره حنا اللي كنشكلوها، قلنا غادي نبقاو وحنا مستمرين
باش بحكم التشكيله اللي عندنا القديمه مثلا سفيان نائب الرئيس غادي يبقى يكمل خدمته. الامين بالنسبه حتى وارد حتى الامين حنا ما ذكرناش باللي الامين هو اللي مقصد، راه ذكرنا الهموري وحنا باقي ما خديناش شي قرار يعني اللي زعما يوضح